بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. ما زلنا مع مواكب النور، والمصريين بيحبوا دايما ان هم يعيشوا في النور. وليه دايما بقول المصريين؟ لان المصريين اختلط حياتهم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنوار كتيرة، وعشان كده ما سابوش فرصة المصريين عشان يعيشوا فيها بأنوار حضرة النبي إلا وعاشوا بيها. مش بس كده، دخلوا أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليها أثر عجيب في تماسكهم وترابطهم، ولعل دوت نوع من أنواع تحقيق نبوءة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مصر إن هم في الرباط. إيه بقى اللي عملوه المصريين عشان يعيشوا في هذا الرباط؟ عملوا حاجة لطيفة قوي واستثمار لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هم كانوا بيعيشوا في أنوار حضرة النبي اللي هي أنوار ممتدة على طول. عملوا حاجة عجيبة جدا جدا، وهو إن هم مع كل موسم من المواسم اللي في الغالب كلها مواسم تتعلق بإيه؟ تتعلق بقضايا دينية، كانوا بيقدموا الهدايا. فكانوا بيقدموا الهدايا في كل موسم من المواسم، في الإسراء والمهراج، في النص من شعبان، كمان في المولد النبي. وشفنا كمان جمال المصريين وهم بيقدموا حلاوة المولد لأحبابهم. فتقديم الخطيب الهدايا في المواسم، إيه حكايته مع المصريين؟ تعالوا نشوفها في التقرير اللي قادم. الحاجات دي عادي، ما كل واحد طبق قدرته في الاخر بتعتبر هدايا، يعني اللي قادر يجيب يجيب، مش ما فيش حاجه اسمها بقى مواسم او كده، لا دي كل واحد وظروفه، كل واحد ومقدرته. كله كده عاده ما تتقطعش، دي عادات وتقاليد عندنا في مصر لازم عندنا نعملها. يعني اللي انا سمعته ان ده مكروه، بس اعتقد ان هو الموضوع يعني الموضوع يبقى ابسط من كده. انا بعبر عن ان انا يعني انا رايح لخطيبتي مثلا، فمبسوط ان انا هشوفها، ومش شرط ان هو تبع يعني مش شرط يكون في المناسبه. فانا شايف ان الهدايا للخطيب لخطيبته في اي وقت عادي، يعني حاجه عاديه، فرحه وزهو كده عشان ياخدوا على بعضيهم، ملهاش لازمه. يعني بتجبر الناس على حاجات هي مش موجوده اصلا، يعني عادي. ايه لازم الخطيب يودي خطيبته مولد النبي؟ يعني الحلاوه الكلام ده، الناس كده كده بتروح يعني بتروح عند بعض من غير حاجه، مش لازم حلاوه مولد النبي. والايام طالما كويسه والناس كويسين مع بعض، مش لازم ان انا اخش بهديه والتاني عادي. يعني والله حاجه كويسه، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك تهادوا تحبوا. يعني هي يعني حاجه تقليديه شويه بس لذيذه، ان هو فاكرها يعني، و اللي هو بيعظمها يعني، مش بيعتبرها اي حاجه يعني. بيحبهاش استهلاك لجيب البني ادم، وبيبقى شقيان وتعبان وعايز شقه وعايز وعايز وعايز. المواسم بتعد معاه اكتر من اي حاجه، مش حكايه مواسم، هي دي ملهاش مكان ولا لهاش وقت. ما اتفقش على حته الهدايا في مولد النبي دي. مولد النبي دي حاجه تانية خالص، حاجه حلوه، حاجه جميله، حاجه تعبر عن الحب والموده والرحمه وكده. يعني حاجه جميله برضو، انا لو خطيبتي بجيب لها عادي حلوه مولد او اي او الهدايا برضو تهادوا تحابوا، يعني قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فدي حاجه جميله وعظيمه. لا ما فيش الكلام ده، يعني هو لو مقتدر ماديا عادي يجيب لها، لكن لو مش مقتدر هي مش اجبار عليه، يعني هو ذوقيا منه هو بيجيب لها. هي حاجه كويسه يعني هو بيهديها ليها هي، انما هي مش حاجه اجباري عليه. بص هو مش كل الناس ومش كل العائلات، يعني مش كل الناس يعني مش شرط، دي حاجه تبقى ذوقيا منه مش حاجه اجبار عليه. نعرف ان هو بخيل ولا لا، انما هي لو حست ان هو كريم ومش بخيل فتتفق معاه، لا ما تجيبش حاجه وكمل الشقه اولى.